اما انت ما تاكلش القاطو؟ انا من عشاق القاطو، انا من عشاق الاكل، وانا مستحيل ان نهبط وزني من اكبر من حبه انا وزني البقري بهذا الشكل، انا حسين الجسم الجزائري. معليش راك تحس روحك بياخي، ما عندك حتى ما فوالا، انا مرتاح مع نفسي. وعن بالكم والله نحكي لكم، هذه يوم نضعف يعني شكلي يتغير، يصير مش انيق. انا نقول لك الصح، انا نحب المأكولات الجزائريه وتغمس، تحب تغمس. نحب شوفي، نحب العصبان ونحب الدواره ونحب الطحام ونحب الرشته ونحب البركوكس ونحب المأكولات الجزائريه. الله غالب. لا بصحتك بصحتك والله نحب الله الرشته. انا الرشته احنا نسناوها بزاف، الرشته والبركوكس والطعام. طعام نهار العيد ورشته تاع نهار العيد كاع نديروا طعام. صح، احنا نديروا طعام في العيد. انتم ما ديروش اخرى؟ يعني ولاد نايل ما شاء الله. وكاينين يديروا الزفيطي نهار العيد، شخشوخه بنينه هي زفيطي بنين ثاني مي حار حار بزاف. مي كاينين عوايل يديروا في زوج. وانت اللي حابه واش تفضلي؟ انا نفضل شخشوخه. وتحضريها انت؟ يا عندي مونامي مون طيب بزاف شخشوخه، بزاف شابه، ميم دارنا يطيبوا بصح هذيك شخشوخه سبيسيال.